with your mind لا تعمله with your brain ماذا تعمله صح؟ طيب هيحصل شنو في الاخر؟ هيحصل اللي قاعد يحصل كل مره الحس اللي هو ده بينتصر على ده فعشان كده الواحد تلقاه بدا في التغيير يقول مثلا يقول لك انا هعدل بقى الجمله يقوم يبدا في هو كان بيقرا ما كان بيقرا في ذهبي بيقرا في ذهبي هي معلومه كنا عارفينها بس انا اصلا انه السجاير التدخين هو هبي عدم التدخين هو هبي تمام التفاؤل هبي التشاؤم هبي كل عادات الانسان عنده شو عادات كثيره عندك يا جماعه تو يوز This is you مش كده ده ما انت صح؟ وده منه؟ برضه انت تمام؟ معناها هتلاقي قاعد يحصل في اغلب الناس دي يا اخي داري يوقف حاجه معينه ما قادر يوقف كده، داري يعمل حاجه معينه ما قادر يبدأها السبب منه من اول السبب is you although you want to succeed but you don't want to شنو؟ to exert effort you don't want to شنو؟ to consume energy. يعني كل الناس هسه في سؤال. السؤال غريب جدا مهم جدا. طيب السؤال بيقول شنو بيقول داير اخش الجنة داير اخش الجنة ينفع ايه؟ ما تقول الجنة؟ تمام؟ طيب غريب. الداير يموت ينفع ايه؟ But no one wants to die. صح ولا غلط؟ دي الفكرة. With your mind لما قلنا زي لما خش الجنة لازم تقول أنا بعد الدعوة مش كده؟ لكن البرين ده ما بيقول الموت، لكن ما في جنة بدون موت. صح؟ دي الفكرة كده ببساطة شديدة. نحن with our mind دايرين الجنة اللي هي النجاح والإنجاز والكلام ده. كله بالعقل كده مش كلام سهل. لكن بعد شوية تلقى الفكرة تقول لك أنا في نجاح، مش كلام فاضي. ده بيحاول شنو؟ ده لما انت تفكر في افكار كويسه ده بيحاول باي طريقه يمنعك منها. لانه اي افكار كويسه بتتضمن شنو؟ difficult and serious actions. عشان كده تلاقي الزول دايما بيمر في الجنه انت تقول دايره عادي طيب ما عملت عليه؟ والله انت كسلتها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. تمام؟ واحد في ديل مسؤول من العجز، واحد فيهم مسؤول من الجسد. مخك وعقلك. تمام؟ حتى ربنا بيقول ثلاثة عقلهم يقول لنا كده صح. نحن بالبرين دايرين المعاصي طبعا. بالمايند دايرين نكون ناس شنو؟ كويسين. الغايب منهم في العادة، طيب لو المايند اتغلب معناها نحن ناس كويسين صح؟ لكن عمل فساد في البر والبحر مش كده؟ بما كسبت ايدي الناس. الفساد عام لانه مش ملاحظ انا من ملاحظاتي يعني واي زول منا حيكون ملاحظ انه اي حاجه في الدنيا ما اي حاجه لكن اغلب الحاجات الظريفه اللذيذه الممتعه بنلقاها بالفورا مضره اي شيء هكذا فكر بس ده واي حاجه بتفيد بنلقاها صعبه وما محبوبه يلا دي تقريبا دي شنو؟ ده الامتحان بتاعنا كده انه نحن بيدا بنحب باختصار الفارغة وبيدا بيدا بنحب المليانة مش لكن قاعد تتبع عكا شنو؟ هسه لاحظ اغلب الناس بتتبع شنو؟ With your mind you want to quit your شنو your smartphone but your brain is addicted to the smartphone وبالتالي دي اللي بتجيب قصة يبقى يا جماعة احنا عندنا موارد يا هنديل تايم برين مايند بالله عليك الله افصل الله ده من المشكلة ده ما عنده اي ذنب. المشكلة واحدة صح؟ ما انت ما تقول دايما فاهم شغال كان الحمد لله. حسي هو ماشي صح؟ ولو انا سكت هو ماشي برضه. طيب لو انا الليلة داير اتعلم سيلف مانجمنت، سيلف ده انا ذاتي، عندي برين وعندي مايند. الفرق بين البرين والمايند شنو كده بالمناسبة؟ يعني هسي انا طوالي عندي محاضرات بقول لك كيف تربح مع المخ العقل ضد المخ في ناس طوالي بيقول لك انت تعرف كمان العقل والمخ ده كده يعني ما هو واحد صح؟ مره في كورس كده قلت لهم يا جماعه there is two use
انت مع واحد انت انا فلاح حتى بس البرفورماتين ده وشويه ده الناس معايا قال لي انا هرجع حتى مع نفسي وقلت كده صح؟ قال لي انت الولد ده فلاح؟ قلت له الولد مع نفسي دي قصه غريبه صح؟ كيف يعني انت مع نفسك يعني هذه نفسك ومنود عن العكس فهو في اثنين دايما مره جاب واحد قال لي الكلام ده ما صح كيف يعني اثنين؟ يا اخي انا اسالك سؤال بتعمل ايه عاده كده سوشيال ما بيسموها العادات الاجتماعيه السوشيال قال لي يا ولد قلت له ما حصل فكرت خليه قال لي والله قلت له خليه قال لي لا معناها في شيء لا يتخلى شيء ما لا يتخلى ولحد هسه واضح للزول ده بالنسبه لي على الزول ده انه الجزء ما داير اقوى من الجزء شنو؟ الداير صح؟ فده اللي هيحصل لكم يا جماعه في السنين الجايه دي في معركه بين الشباب ده داير الايزي اند فن ده داير ديفيكولت اند شنو؟ سيريس هنا تكمن الاشياء ذات ميك سنس ان يور لايف يعني عندها معنى هنا بتكمن الحياه ذات doesn't make sense for your life لكن you like it سبحان الله يلا في حاجه ما هي المعركه دي مدوره طيب انا لو غير ارباح ليه ما الناس ما يقدروا يروحوا ليه في الديفيكولت لانه قالوا في حاجه بتتكون مع مرور الزمن اسمها شنو؟ اسمها the comfort zone اللي هي منطقة الراحة بسموها. The comfort zone دي اللي نشوف in life كده الناس عايشين in the comfort zone. مين اللي بيحب الكومفورت؟ The brain. مش؟ With our mind نفسنا نغادر the comfort zone. With our brain we like the comfort zone. يعني المايند بيكره حاجة لكن بتلقاها بتعملها مع إن أنت عارفها غلط، ليه بتعملها؟ لأنها مكونات من مكونات اللي هي منطقة الراحة بتاعتك. منطقة الراحة دي شنو؟ أنا هقول لك مثلا شوية لو كنت يعني حاول واحد زي واحد قال زي حمامة السوق العربي تمام؟ بمعنى شنو؟ قال البرة إنك متضايق داري يخش وجوه متضايق داري ليه؟ نحن هسه منطقة الراحة دي حاجة احنا قاعدين فيها متضايقين فيها داري نمر لكن قاعدين فيها هسه تمام؟ ليه؟ لانه يا جماعه هي هابتس هي حاجات ان اور برين اتكونت في زمن ما لحد ما اتكونت شنو حصلت فيها هابتس بيجر هابتس الهابتس قاعده في البرين بيحب التكرار اي شيء مكرر هو بالنسبه لك كويس سجاير مكرر رايح معناه سجاير كويس مهما نصحت الزول ما حيشتغل ضمان كده تمام طيب نعمل شنو عشان تغير عشان تكسب ده علي ده يونيد انه ده يشتغل وده شغله معناها فوكس يعني الليله مثلا يا اخي انا عارف روحي ما يحبك انه انا والله بحب الحياه الايزي عن فن بكره الحاجات دي في كرتان سيريس بكره الالتزام اكثر شيء كوميديان بس كلنا بنفخ الدنيا جدار القرايه صح؟ انا ما كنت بعمل جدار القرايه لكن ما بشوفه بعد ما اعمل بتاعي كويس لما تيجي تعمل جدول القرايه بيحصل شنو انا احكي لكم With your mind you focus now على القراية، أنت بتكتب في الجدول. لما تعمل الجدول وكده تقوم بيعجبك. بيعجبك بيجيك sense of accomplishment. يعني البرين بيبدأ خلاص بيديه إحساس متعة الإنجاز، يعني أنت ما عايز أي حاجة لكن خلاص هو بالنسبة له الخربة بتاعته للإنجاز بتنتهي وبالتالي من كلامك عن الجدول وإنه عملت جدول وحأقرأ وكذا وكذا بتكون خلاص أنت أديت نفسك إحساس إنه أنجزت. بالتالي بتنزل دائما بتنجز جدا تمام فافتكر ناس كتار زي ديد ديز بط شنو البرين بوظ لهم الحاجات المشكله وين في ده؟ عشان انا تو فوكس ما انا داير تو مانج ماي سيلف عشان استفيد من ماي تايم مش كده؟ عشان انا اقدر تو فوكس ذا مايند اوفر ذا برين الموضوع ده بيصرف شنو؟ انرجي مش يلا المفروض اول حاجه في حاجات تتبعها نمره واحد مثلا انه يو هاف تو شنو؟ to start the small changes. لأنه الليلة الواحد اللي قلت له يقول لك شنو؟ يقول لك أنا والله ما بصلي يوم جيت بدي أصلي، يقول لك أنا حصلي صوم اثنين وخميس ونزلت الجيم وبقرا كل يوم. هو بيقول أصلاً كان ما بصلي ولا بمشي الجيم ولا بيصوم ولا شنو؟ ولا بقرا كل يوم. عارف الكلام ده غالبا شنو الاربع بيشتغلوا طوالي بعد ليه؟ لانه ده ما بيقدر شنو؟ ده انت ما خليته فيري ويك
لان عمرك ده كله بتتجنب الفوق اصلا بتصرف لك انرجي، فبتلقى روحك عمرك كله شنو؟ مقضيها ساكت زي ما تيجي تيجي اسمها. صح؟ لما تيجي تيوز ده فجاه في اربع حاجات ده زي العضله. تخيل معايا زول كده جه خش الجيم ما حصل في عمره شال له حديده. جه خش الجيم لقى الناس العضلات كبيره زي ذاك شنو؟ شايلين بجاي 50 كيلو بجاي 50 كيلو. هو اللي نزل معاهم وشنو؟ انا في سباق كيلو يعمل العمليه دي حيحصل له شنو؟ تمزق. تعرف الزول ده مش شال الحديده دي بعد كده لو اديته البتاع ده ما حدش يلاقي دي ما بيقدر. مشكله؟ عشان كده التشينج الزول ما بيعمل تشينج شنو؟ ما يصير تشينج. بيعمل سمول شنو؟ سمول تشينجز تمام؟ طيب نمرة اثنين يونيت تحت تستعمل بعض التولز مثلا. أهم تول فور تايم مانجمنت أو فور سيلف مانجمنت هو شنو؟ رايتنج تول. رايتنج سوري دبليو رايتنج شنو؟ تول تو رايت داون يعني زول ده ما تقدر تقول له أهم حاجة تو شنو؟ تو رايت داون حاجات كثيرة عشان شنو؟ عشان ما عشان حاجة عشان تو هيلب ذيس مايند تو شنو؟ تو فوكس دي أغلب الحاجات تمام؟ بيجلس الزول كان يجرب كده إنه يا أخي داير يتغير في شيء معين أو داير يركز في شيء معين وما مكتر الحياة داير يركز فيها بعد كده الزول شنو؟ لا جد ما وصله زي الناس ولا بقى يصلي ولا بقى يقرا ولا بقى يرجع رجع للعادات القديمة بتاعت منه بتاعت البرين إتز أول أباوت شنو؟ دول اباوت هابتس. يبقى لو انا داير اطلب قصه دايم وما دايم لازم شنو؟ اقوي ده اوفر اوفر ده صح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال لك احرص على ما ينفعك تمام؟ نحن مشكلتنا شنو؟ ده خليناه ينوم وخلينا ده يشتغل، ده شغال مع مو شغال مع الكوره مع الافلام والمسلسلات مع الفيديوهات في اليوتيوب والفيديوهات في الواتساب وكده بيستمتع طبعا بانه يقعد باسيف ما يعمل حاجه بس يشوف الناس بيعملوا ايه شلون بعد شويه ده بيبقى فيري ويك لما تجد محتاج تو فوكس تو تشينج سمثينج ان يور سيلف ما حتقدر unless انه شنو تو ستارت انه تو يوز يور مايند مور ذان شنو ذان يور برين نحن بنربي ده عمرنا كله على حاجات نيجاتيف لما نجي نعرف الصح ده ما بيكون قادر شنو؟ ما قادر يبيع على حاله ذاته عشان يصور منه الادمانات والحاجات دي تمام؟ سو اول حاجه معناها about فهم التايم يوتيلايزنج نسميه تايم يوتيلايزنج استفاده من الوقت انه زول يتعلم شنو؟ تو فوكس طيب هقول لك حاجه برضه فوكس دي في ناس لسه لو قلت له ياخذ اللي هو وانا طالب ده غير مثلا حطيت ورا ده تكمل سنه ولكم قريت له ورقين اثناء ما انت تقدر تسوي ده كده او ده يشتغل تقول تقول يا اخي والله ده يشتغل في القرايه مثلا هيجي ناس طالع لي يقول لي شنو؟ يقول لي لكن شنو صاحب بالين؟ كذاب وركان سجين ورجع حاجات زي دي كده حيثبطوك مش؟ طيب لذيلا نحن المثل ده فيه صح وغلط زيه زي اي كلام اي كلام فيه صح وفيه شنو؟ فيه غلط صاحب بالين كذاب دي حقيقية بتين لو انا قررت انه في نفس اللحظة انا داير اعمل الحاجتين مع بعض يعني لو قلت انك داير تقرا وفي نفس الوقت تشتغل at the same moment في نفس اللحظه كده لا انت كده فعلا صاحب بالين كبار ليه عارف؟ لانه ربنا برغم انه ادانا برين فيري انليميتد هذا البرين في عائق عنده اللي هو بيسموه شنو ذا ان ديفايدد اتنشن الانسان يا جماعه الاتنشن حقه از انديفايدد يعني اتنشن يعني شنو؟ اتنشن يعني فوكسينج ذا مايند if you want to focus your mind على حاجه it is undivided يعني انا ما بقدر شنو؟ ما في زول بيقدر يعمل حاجتين at the same instance او at the same moment ما بتقدر تعمل حاجتين at the same moment لكن شنو؟ you can do حاجتين at the same day مثلا حاجه قبل الظهر حاجه بعد الظهر صح؟ قبل الظهر فوكس على مثلا نقول A و B اسمه قبل الظهر انا حيكون ماي فوكس كله على A خلاص بعد الظهر حيكون ماي فوكس كله شنو؟ حوجه A ماي فوكس حيبقى كله شنو؟ B
بالنسبه ماي فوكس هيبقى كله شنو؟ سي. كده انا ممكن انجز A B C every day. دي هنا بنسميهم شنو؟ فكره الاتنشن بيجا ديفايد لانه ما في نفس المشكله في الاتنشن شنو بتاعهم. اوكي؟ طيب ماشي. بعد ذلك نشوف ببساطه اول شيء فهمتوه يا جماعه الموضوع ده؟ انه يو هاف تو فوكس. فوكس از فيري امبورتنت فور يور سيلف مانجمنت عشان تقدر تحسم المعركه اللي صالحك. الزول ده اللي عارف مصلحتك مش تسمع كلامك، وكثير ما تسمع كلامك وتضحكك صح؟ يور برين تضحكك طبعا. يقول لك اشرب لنا زياده ما تولي تنظر المسلسل في حياه ظريفه. وده بيبكيك بيقول لك يا زول وين دوره القرايه ودوره الجلد ودوره البتاع صح؟ احنا في الغالب قاعد نمشي مع ده. انه ظريف صاحبنا كده. وده بيقول لك شنو؟ يا اخي ما في مشكله بس مستر لسه. مستر لسه شنو؟ طويل. طبعا دي صاحبك ده لانه بيكره ده وبيكره حياته بيقوم بيبدا يديك حاجات بنسميها ديسبتيف، بيسموها ديسبتيف برين مسجز. البرين لما يكون داير ينهاك من الكلام ده بيرسل لك رسائل خادعه. اشهر خدع مش على الاطلاق، خدع البرين اشهر على الاطلاق خدعة التسويف المعروفه اللي هو البروكراستينيشن. البرين دائما بيلعب على شنو؟ على الفيوتشر. والمايند المفروض انه عشان يكسب البرين كل ما البرين يقول لك فيوتشر ما قاعد لسه يا اخي ما لسه في سنه طويله ممكن تقرا في شهرين مش ده البرين بيقول لك كده. المايند المفروض يقول لك شنو؟ يا زول كده الشهرين ده ممكن ما بعرف اتصرف شنو؟ اي ام شنو؟ ام ام اوف تو داي انا زول الليله دي انا شغلي الليله. سو فوكس فور شنو؟ فور ماري مش كده؟ ده حيقوم يقول لك يا اخي بس لسه كل ما اقرا جاي تقرا لي هسه برضه عنده تريك اباوت شنو؟ ذا باست. البرين برضه ممكن مرات يعني اديكم مثال لو في ليله زول بيدخن ده 80 سنه وقام مره يقول لي البرين هي يقول لك يا اخي انت ليك 80 سنه قاعد تدخن في كذا عندها استعداد تعمل شنو يعني مش كده؟ بيكلمك اباوت شنو؟ اباوت باست انت المفروض تقول له والله يا اخي انا معاك 80 سنه بدخن لك ليله مره او يقول لك شنو؟ يا اخي انت لسه صغير كل دخلت سنتين ثلاثه يعني هيحصل شنو؟ بعد ذلك ودي فور فيوتشر لا تقول له والله لا لا اي ام شنو زمان كان في اسمها جيرل فروم تومورو احنا وي ار شنو وي ار بويز اوف توداي او فروم توداي. طيب عارفين مشكلتنا مع التايم شنو فعلا؟ انا لما نجي داير ماي مايند يركز على التايم وانا اقدر انجز حتجيني حاجات اسمها ديستراكشنز. في ملهيات كثيره جدا بتخليني انا شنو ما اقدر اواصل فوكسنج على الحاجه اللي داير اعملها مش كده؟ يبقى اهم نصيحه شنو؟ تو سي نو للان امبورتنت ثينجز. دي اهم حاجه بتناقشها. بيكوز اف يو دونت سي نو للان امبورتنت ثينجز يو ار سيينج يس فور شنو؟ سوري في راجل قال اف يو سي يس فور ذا ان امبورتنت يو ار سيينج نو فور ذا امبورتنت. يعني اي لحظه انت قلت للفرد نعم حبابك انت كده قلت للحياه الكويسه شنو؟ الله معاك مش كده؟ هو المفروض يكون شنو العكس مش كده؟ So you have عشان كده you have to learn how to say no للحاجات اللي ما مهمة for your life. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك احرص على ما ينفعك مش كده؟ احرص دي معناها خليك حريص زي الزول البخيل يعني. يعني الدقيقة اللي عندك ما تديها للناس هاي. مش في البخيل بيقول شنو؟ بيزنس في القروش مش بيزنس الدقايق ما تخليها للناس تمام؟ طيب يلا بعد كده دايرين نجي ندي شنو نصايح اول حاجه فور استراتيجيك بيربوس. يعني شنو استراتيجيك بيربوس؟ يعني فور شنو؟ فور لونج تايم. اول حاجه البلاننج يا جماعه انا مش بس قلت تايم مانجمنت. مانجمنت يعني فيها فكره بلاننج اورجنايزنج ليدنج كنترولنج يور سيلف. طيب مانجمنت بتبدا بهدوء بلاننج كده تعال نشوف عشان انا اقدر فعلا تو بلان كويس فور ماي تايم سو اي كان مانج ماي تايم زي ما بقولوا يعني لازم انا شنو اعرف something about planning تمام I have to know something about planning. طيب اول حاجه يا جماعه اي زول بيعمل planning non strategic planning يعني شنو يعني يخطط بس لبكره ده حيعاني من معاناه بعدين كبيره خالص تمام. طيب كده نشوف البلاننج ده عشان ما يعني بتسمع كثير تخطيط تخطيط شنو تخطيط؟ تخطيط يا جماعه كلمه التخطيط دي planning equal بتساوي ends
زائد شنو؟ means. I achieved more in less time. يعني الليلة مثلا لو أنا أنجزت الحاجة دي هنا وأنجزتها هنا الأحسن وين؟ أحسن هنا صح؟ in less time I achieved more كده. بالتالي لما يجي التايم ده بيفضل لي شنو؟ بيفضل لي حاجات كثيرة عشان شنو أنجزها. طيب if you want to achieve more in less time this is good. بطل أجيب حاجات كثيرة ما تستفيد منها. يعني نفس الليلة تلقى شنو البيوت فيها كمية من شنو؟ من الحاجات قاعدة في ورا كده ما بقدر أستفيد منها صح؟ غسالتين بيضات وارد وأولاد شنو بتاع ما تبقى كده إنت. يعني خلي شنو أي حاجة عندك في حياتك كده يوسفل تمام؟ طيب لو أنا داير أنجز إن تايم وما داير أنجز حاجات جوطة ساعة داير أنجز حاجات مركزة أبدأ أعمل شنو؟ اغلب الناس يقول شنو بيقول لك المفروض يكون عندك شنو؟ الكلمه اللي بتسمعها كثير اللي هي من اكبر الشعارات المفروض يكون عندي اهداف يلا دي عوجه كبيره طبعا. لو انا بديت افكر في الاهداف دي مشكله. ليه؟ انا هحكي لكم قصه. تخيل معي زول معلش انا حابدا البلاننج من وين؟ من هنا ولا هنا ولا وين؟ بيزير ولا غلط؟ انت بتبدا البلاننج قبل بيزير. يزيرو ده هسه مثلا نقول بكره الليله ده الباست يعتبر بالنسبه لبكره مش كده؟ بكره ده يزيرو بعدين شنو؟ سنه وسنتين وثلاثه يو هاف يو ار ناو قاعد وين هنا؟ ثم الزيرو ده مش كده؟ ما انجزت اي شيء لسه قاعد افكر ابدا من وين؟ دي السنه الاولى دي السنه الثانيه دي الثالثه والرابعه والخامسه وحلوم مجرد يلا زول ده صاحبنا ده يبدا يخطط قام زي ما كل الناس عمل شنو خط هدف للسنة الأولى وهدف للسنة الثانية زاد الصف توقعاته شوية وهدف للثالثة وهدف للرابعة وهدف للخامسة مبدئيا أنا داير أقول لكم حاجة زول خط أهداف في السودان بالتحديد كمان زول خط أهداف زول كويس ولا كعب؟ أها رأيكم شنو؟ زول كويس ولا كعب؟ لو خدت اهداف ده زول كويس في ناس كثير ماشيين سايق مش طيب زول ده مش بس خدت اهداف كمان حوريك اعمل حاجه ثانيه كمان رسم بلان توصل من هدف للثاني للثالث للرابع ها رايكم فيه شنو ده زول رهيب صح رهيب عديد مش كده طيب انا حوريك حاجه خدت اهداف ورسم بلان والتزم ونفذ البلان بالحرف الواحد لحد ما بعد 5 سنة وصل هنا رايك فيه شنو ده دي احنا بنسميه شنو في العالم؟ خارق ها؟ خارق الطبيعي خارق عليك مش غريب الكلمة الشهيرة المسموعة شنو؟ تسمع الناس يقولوا الزول ده شنو؟ الزول ده انت ما خلونا هذا الموضوع ما يعني من الزول خدت اهداف في حياة عالية يعني بيسموه شنو الزول؟ خدت اهداف ووصل للاهداف ها؟ بيقول لنا الله يفتح عليه صح طيب نحن بنعاين كده شايفين الزول ده شنو؟ ناجح صح؟ زول خطط مش خطط خط اهداف وخطط ووصل للاهداف دي نصف الله طوالي ومعجب غيره كمان مش كده؟ صاحبك قاعد هنا مفروض انه شنو وش سمايلي فيس مش كده؟ اكيد حد تلقاه عامل في ناس زي دي لا في ناس يلا انتم انا الغرض انه انا اجي اعمل محاضره شنو؟ انه انا مشيت في التايم في التايم لاين مش كده؟ مشيت في التايم لاين وانتوا لسه ورانا مش احنا نوريكم قدام في شنو في ناس بعد يصل كده ممكن تكون دي دكتوراه ممكن تكون دي بيزنس كبير ممكن يكون اي ممكن يكون سفر وهكذا تيجي تلاقي في السفر ها كيف امريكا كيف بالله كنت على الزمن ده كله 5 سنة امريكا كيف؟ كيف والله انا ما حبيت صديقي ما حبيت دي مثل ما قالوا كويس في قالوا شو والله امريكا ما في اي يا اخي انت ما كنت ساكنة مالك اسمها وصلت تنفذ مالك ده السؤال مش لك يا زول ده قافلة معاه تخيل معايا قافلة معاه ليه؟ ها؟ وكيف الزول ده ممكن يبقى سعيد في فجأة كده؟ الزول ده يا جماعة قافلة معاه ببساطة لأنه النهاية اللي وصل ليها ما كانت النهاية اللي بيطمح ليها. يعني هو بعد ما وصل هنا اكتشف انه طموحه ما هنا طموحه ان في سام بليس ثاني لو كان في النهاية وصل هنا كان حيكون عمك شنو؟ صاحبك ده؟ حيكون سمايلي جدا تمام؟ طيب معناها الصح كان شنو؟ زولك ده بدا لما وصل البليس ده لقاه شنو؟ ما على قدري كده سو هي فيل شنو؟ نيجاتيف
كان الصح يعمل شنو؟ الزول ده يا جماعه انتوا بتسموه ناجح، لكن الصح ما تسميه ناجح، الزول ده بنسميه اتشيفر، وما اي اتشيفر ناجح. منجز، انجز، لكن ما معناها سكسسفول. سكسس هو شنو؟ انه الزول ده بعد ما يحصل للاتشيفمنت تجي تبارك الله يكون مبسوط، بيقول بيها مبسوط بالحاجه اللي عملها وكذا. في ناس انجزوا، انا عندي صاحبي متخرج سنه 2004 من طب هنا 2008 بقى اخصائي جراحه. سريع جدا عندنا اصحاب ناس متخصصين. هو 2008 في اربع سنه ما شاء الله بقى اخصائي. جيت عشان باعتبارنا للزول ده شنو؟ سكسسفول صح؟ لكن لما جيت له هو لقيت لك فيري نيجاتيف وما مبسوط بالشيء اللي عمله ترى. كويس؟ ما مبسوط بس قال لي والله انا ما حاسين من ده انا. ده مو طيب. قال لي والله دي شهادات وامنيات ابوه بس. لكن ما الحاجه اللي انا شنو؟ كنت دايرها اصلا تمام؟ بعد فجاه او سوري بعد فتره اكتشف لك زولك شنو؟ بدا فروم هنا تاني بدات الناس اللي لسه هنا وخدت لي تاني شنو؟ نيو اوبجيكتيف بعدها وبقى شغال. ليه طيب انا امشي الطريق هنا ده والقى ما في حاجه وهي راجع تاني ابدا من الاول؟ ما انا من الاول ابدا صح ولا شنو؟ طيب لو داير ابدا صح ابدا من وين؟ هل حابدا من هنا؟ ولا حابدا اول شيء اشوف هنا في شنو اصلا؟ اول شيء اعرف انا داير هنا ولا داير هنا ولا داير هنا مثلا؟ ما في ناس كمان طموحهم بسيط دايرين هنا ده. لكن على الاقل تكون عارف انت داير وين مش كده؟ في زول بتلقاه انجز لي حاجه واحده في حياته لكن مبسوط بها جدا جدا وسعيد خالص خالص. في زول تلقاه اكثر من الانجازات لكن شنو؟ ستيل هو ما مرتاح، ما في ساتسفاكشن، ما في رضا. سو تو بلان، ما هو تايم مانجمنت، تايم مانجمنت، مانجمنت ستارت ويز بلان، بلان ستارت ويز شنو؟ اندز. اندز اللي هي الغايات مش؟ الغايات نوعين، في غايات قريبه اسمها الاوبجيكتيفز او الاهداف. وفي غايات اللي هي المفروض نعاين لها نحن اسمها فيجن ان لايف اند ان شنو ان وير. يعني انا خشيت كل التفصيل تمام. الخبر المفرح انه شنو انه اي مجال في كل المسارات اللي انت عايزها. يعني مثلا هسه الناس بتشتغل مشروع بيشتغل في مسار معين، مسار ما نفع معه بيحكم على المجال كله. يقول لك والله يا اخي مثلا المجال اللي كنت كله كلام فاضي مثلا. هو كل شيء مسار واحد وما نجح فيه او ما مبسوط. الصح انه انا ابدا من الاول اشوف يا اخي انا داير اكون عامل كيف بعدين بعد خمس سنه اولى. انت داير تكون اتليست اول خمس سنه بعد تخرجك تكون بتعمل فيها في شنو؟ ده بتحدده من الليله. مش بتحدده بالتفصيل، يعني انا حكون بدرس جامعه كذا او بعمل في ماستر في كذا، لا دي اسمها جول، دي اسمها اهداف، الاهداف دي شنو بيكون صحيح مثلا كل سنه سنتين تاخذ اهداف وراها تمام؟ لكن المهم انه وقت افتر ذات الفيجن حاجة ما سبيسيفيك لكن حاجة كويسة وفي ردود لما تفكر فيها. يعني هسه نحن بدينا أو انتهينا هناك كثير وفتنا سألتنا أو سألتني قالت لي هسه أنا بعمل حاجات كثيرة، حاجات كثيرة دي بالمناسبة هي أوبجيكتيفز. بعمل أوبجيكتيفز كثيرة لكن شنو؟ بخليها. ما هو ده الزول تلقاه جرب هنا. هنا واضح إنه ما حيوديك لهنا، لو أنا شايف نفسي في الأريا دي مثلا وبديت أعمل حاجات هنا حأزحك منها سريع سريع ليه؟ لانه بحس انه ده ما هو الدنيا، لو بديت هنا احتمال ازهق، لو بديت هنا احتمال شنو؟ تلقى روحك راضي ومبسوط من نفسك مش كده؟ طيب انا حاعمل كيف؟ ما حابدا من هنا، حابدا من هنا وهي راجع. تمام؟ يبقى اذا انا داير استفيد من التايم حقيقي عشان ما امشي هنا وداني اجي راجع ابدا من هنا وداني امشي هنا والقى لا والله انا ما كنت داير هنا احسن لي هنا احسن من لو ابدا صح. سو في حاجه اسمها فيجن، فيجن يعني شو يعني انت داير لنفسك شنو؟ فور ذا فيوتشر بصوره عامه كده. داير تكون اكاديمي وداير تكون عندك تاثير على الناس اللي حوالينك، داير تكون ها خدت الحاجات دي بتعرف وات تو دو في السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها، اوكي؟ يو هاف تو تاخذ لنفسك فيجن معينه وفي نفس الوقت عينه في الورقه هناك مكتوب شنو؟ اخر حيطه هنا مكتوب شنو؟ أول مرة تساعدني يساعدني المكان أشرح الكلام ده مكتوب هناك، أوكي؟ اللي هو شنو؟ مكتوب هناك رؤية، أول واحدة صح؟ لاحظ اسمها رؤية بالتل مربوطة وليست رؤية دي يديك بالقروة كانت سكيتة. ناس حليم تبع شنو؟ بيقولوا دي أنا ساعة. نحن نتكلم عن رؤية دي يعني
الرساله دي اللي هي الميشن او ممكن تسميها المهمه، انا داير اوصل لشنو بعد كم سنه؟ This is my vision. طيب انت لو داير توصل للفيجن دي what should you do every day is your mission. Every day I should do 1 2 3 4. يعني مثلا every day I should develop myself and develop others. دي my mission. Every day I should develop myself and develop others. دي my mission. طيب ده كله كلام ظريف جدا لكن حيكون ما عنده معنى لو ما كان حقيقي عندي values تحب بتدعمه. لازم يكون عندي values تدعم الكلام ده. الناس اللي ما عندهم values ما بيصلوا الحتات دي صراحة. تمام؟ الحتات دي بتلقاها حتى في الكلام ده مش استراتيجي كده بلان لاستراتيجية بتحطها لنفسك بس. طيب بتحطها لنفسك بتحطها للكلية بتحطها للبلد عادي أو للأمة كلها. تمام؟ إنه يكون في شنو؟ في فيجن وبعد ذاك لازم تكون في حاجة أنت عارف مهمتك شنو عشان تمشي في اتجاه your vision. عارف ال values. values like أهم value بالنسبة لنا it is this one. your time is value. طيب إذا أنا عندي time value حقيقي تعال نختبرك. عندك time value؟ أي عندي time value. what are your rules for yourself؟ مش عندك value of time؟ معناه خدت rules لنفسك خلاص. rules عادية كده. rules يعني شنو؟ يعني حاجة ما بتتغير. الرولز بحطها فور ماي سيلف. طيب ظريفه قال لي لو سيلف عندك رول فوش لكن يا جماعه ده بكون عايش براو هذول عايش معاهم ناس مش طيب هل الناس حتعاملهم بالرولز امك وابوك مثلا حتعاملهم بالرولز اللي حطيتها لنفسك دي حتبقى فيها مرات كده شنو جراء عليهم مش كده لا فور بيبول يو هاف تو جود بوليسيز ويكون عندك سياسات بتتعامل بيها معاهم سياسات يعني شنو؟ يعني حاجات قابلة للتغيير اكوردنج للظروف. دي اللي انا بتعامل بيها مع الناس ودي اللي بتعامل بيها مع الناس. مع ماي سيلف بلزم بيها نفسي بلزم نفسي بالرولز. دي ليه؟ عشان نضمن انه شنو الفاليوز حقيقة. والفاليوز لو حقيقة ذا ميشن ويل بي رايت اند ذا فيجن ويل بي شنو؟ حتمية تكون. قال واحد قال كنا نتكلم عن الفيجن والميشن دي تلقاها حتى في نشيد العالم. يعني لو تشوف مثلا الفيجن والميشن والفاليوز بتاع اي دوله المفروض انه الناس وضعوا السياسه الدوله يكونوا خاطين الكلام ده في نشيد العالم. نشيد العالم ده خط اساسي خط عشان يعبروا افري داي في اي مدرسه الناس تقولوا عشان يتذكروا شنو الحاجات دي سو تبقى لهم داي تو داي بزنس او افري داي بزنس كل يوم يعملوها مش قام زول ده لذيذ جدا فكر فيه قال لي قال لي طيب معناها خلينا نشوف نشيد العالم بتاعنا. تعمل لنا نشيد العالم والله عمل لنا تحليل الزول ده ذكي جدا انا بعرفه. قال لي عن نشيد العالم بتاعنا بحر قال نحن الجند اول حاجه نحن الجند طبعا. قال لي البدايه نحن جند الله كويس بركه بقينا جند الله مش كده؟ جند الوطن يلا عين بعد الكلمات اللي وردت في النشيد. ان دعا داعي الفداء معناها نعمل فداء لم نخن معناها خيانه وارده برضه. نتحدى معناها تحديات الموت عند المحن. يا لا يا النشيد ده قال لي مليان شنو؟ والله سلام الله يا جماعه سلام الله عميقه كمان. النشيد ده قال لي مليان شنو؟ تحدي وموت و لو عندك يا باشا شوف 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 الاناشيد الثانيه بلادي بلادي اللي في الملوك وادي مع سارع للمجد والعلياء من جد يا خالد السماء وشيل يرفع النور المسطر بتلقى الاناشيد فيها شنو فيها استلام تنميه فيها كذا كذا فدي ملاحظه يبقى انت ونشيد علمك طبعا بعدها كل زمان غير عنده نشيد علم لانه فور نفسه يعني لانه بترد فيه الحاجات دي الفاليوز شود بي شنو محميه بالرولز عشان الاثنين ديل هم اللي بيبنوا ديل اوكي انا بتذكر في 2000 و يعني قصه شخصيه في 2012 2013 لحد 2016 لانه كانت في ميديسين قرايه ميديسين معاها شغل بتاع مركز بادي من الاول تمام معناها محاولات تطوير معاها محاولات تطوير وامتحانات ايلتس وكذا بروجي كان ضيق شديد سو انا ما كنت عارف الكلام ده سنه 2013 بالوضوح ده لكن لقيت روحي سبحان الله شنو عندي عشان انا اقدر افري داي اقرا لحاجات الطب وفي نفس الوقت شغل
المركز الاكسجين ثيرابي يغطيه كميه من حافه العمليه الجلديه، تمام؟ بدون ما تقصد بتلقى روحك يو هاف شنو؟ اكبر فاليو عندك هي التايم، لانه انت مضغوط الفم مش كده؟ سبحان الله بلقى انه بدون ما اقصد كان عندي رول مثلا انه انا ماشي ما بشيل سمارت فون نهائي. تمام؟ ليه ما بشيل سمارت فون؟ بيكوز بدون ما نو ولا اركز اصلا انا مزنوق في التايم. مزنوق في التايم معناها اي شود دو وات از امبورتنت اند سيريس، مش؟ معناها اي شود سي نو فور شنو وات از ان امبورتنت اند فون اند ايزي. مش؟ دايما تو سي نو للحاجات دي، في حاجات كثيره بتساعدك تو سي يس وبدايه تو سي نو بس خارج هنا. ما حنقول خليه الموبايل، لكن شنو؟ لازم شنو تفوق. الموبايل بيجذب يور برين، بيقول لك انا بقدر اتحكم ده في الضغط، ليه؟ في ناس بتقدر يتحكموا لكن معرضين لانه دلوز برضه. ما بتقدر تتحكم في البرين والبرين فيد من الحاجات اللي بتشوفها ايفري داي ان يور موبايل. Unless your mind يكون focusing انه والله يا اخي كده نص ساعة نص ساعة معقولة نص ساعة قبل انا اكون قاعد عامل في الموبايل يا اخي لحد you have to know to focus with your mind. Whenever you lose the focus هتستعجل في شنو؟ في البرين بتاعك. تمشي للحدود اللي اسمهم للهابتس. تلقى روحك شنو عبد للهابتس ثاني ودي مشكلة كبيرة، اوكي؟ So ده البلاننج بيتم كده. عشان انا اعمل الكلام ده، الكلام ده مثلا محتاج من الزول فوكس، اي شيء محتاج فوكس. والفوكس متعب. يبقى النجاح متعب اصلا مش. لكن شنو؟ ات ذا اند لو انا عملت الحاجات دي بقدر ارسم لروحي جولز وخدت لروحي اوبجيكتيفز وبقدر تو فولو تو بوش ماي سيلف عشان امشي كده. باي ذا واي كده لاحظ البوش محتاجه انت لنفسك اكتر لو كنت كده ولا لو كنت كده. You need to push yourself هنا مش أكيد هنا it is easy وهنا is شنو؟ is more شنو؟ is more easy تمام؟ So أهم حاجة الزول يعرفها شنو؟ إنه أي شيء without vision is nonsense. الفيجن دي هي اللي بتوفر لك why to do things. كل ما تسأل روحك في زول قال لك موهبة جميلة خلاص قال every time you think you want to stop remember why you begin or why you start. Remember why you start. Remember why دي معناها remember your شنو؟ your vision. دي الحاجة اللي بتخليك انك انا يلا من تجربتي الشخصية ايام قلت لك في الصيدلة بصراحة I have no vision. I have no vision. ولا values ولا rules ولا أي حاجة. فبالتالي واحد تعمل يو تو لك اللي متبع في البرين. البرين ده شنو في يعني أو فهمت إيه اللي وقت يكون الناس إيه اللي بيجي يخش. وأنا شلون يكون الناس بنلعب بينجو اليوم كله يلعب بينجو هي الزنق في الامتحانات صح؟ الكلام ده بعدين شنو؟ الكلام ده ودانا في حته بعدك اكتشفت انه يا اخي انا لو كان عندي فيجن وات اي سي فور ماي سيلف ناو ماي فيجن ناو لو الوقت ده كانت عندي ما كنت حاكون كده كنت حاكون مختلف. ما كان كده كان زول سيريس كان زول عنده فور ماي سيلف شنو؟ فيجن. وما تقول لي القرايه ما قرايه براها يعني انا ما بقدر اعمل الحكايه سواء احسن اركز مع القرايه ما يقول لك اسبوع ولا شو ما عارف تلقى في ناس وثاني يوم يقول لك والله يا اخي احنا ناس قرايه مش والله في ناس ما شاء الله تبارك الله ناس قرايه بيجيبوا فارس وبتاع انت لو ما بتصور في الحياه برضه شو السوشيال اكتيفيتيز وكذا وكذا مش كله انت ممكن تنجزه اذا باوت يور تايم مانجمنت سوري اذا باوت يور شنو؟ سيلز مانجمنت. طيب دارين نقول لك دي كده كم تكنيك للقصه دي how to manage your time زي ما بيقولوا time management. طيب في كده بعض الحاجات البسيطة لو عندك vision كبيرة هيكون عندك شنو a lot to do. اوكي يعني زول لما يكون عنده طامح لحاجات كثيرة كده يكون عنده a lot to do. اوكي؟ طيب a lot to do ده مشكلة زي الشنطة الصغيرة زي ما قلنا قبل وين غير الستة؟ الستة الهدوم والحاجات دي ده a lot to do والشنطة الصغيرة ده الثاني. فانت محتاج تفاصيل صح؟ لو اضطريت انه الشنطة دي تكفي لو في هدوم برا يعني هدومك هتكون برا. ده سؤال مهم مش كده؟ طيب أول حاجة الزول بيفكر فيها في موضوع التايم مانجمنت إنه يقسم الحاجات دي بالمناسبة، الحاجات دي يا جماعة
مقسمه لشنو سوري؟ مقسمه ل اربع حاجات في الحياه عموما. هتلاقي انه في حاجات امبورتنت وفي حاجات شنو؟ نوت امبورتنت، صح؟ انا ذا سيم تايم في حاجات عاجله ارجنت، في حاجات نوت شنو؟ ارجنت. طيب هنا امبورت دي حاجات امبورتنت ارجنت، هنا نوت امبورتنت لكن شنو؟ ارجنت. هنا important but شنو؟ not area. وهنا شنو؟ not important and not area. طيب يلا عندك الشنطة وعندك الحاجات دي، أول حاجة حاططها مين في شنطتك شنو؟ أيوة لماذا لا صلاح؟ مشكلة ظاهرة important not area. important and شنو؟ and area زي شنو كده؟ يعني تخيل اليوم اللي عندك فيه امتحان بكرة أو اللي أنت اليوم عندك فيه امتحان الليلة، أول حاجة تعملها شنو؟ كورة ولا بلاي ستيشن؟ شيل شيل وشيل ولا ولا؟ شيل شيل. تمام المفروض يكون شنو؟ أيوة الإمبورتنت أن إيرجنت هو الامتحان، صح؟ لأنه إمبورتنت حقيقي وبيجا إيرجنت. ما الامتحان ده قبل 3 شهور كان شنو؟ إمبورتنت بس نوت إيرجنت، هسه بيجا شنو خلاص اليوم كبس بتاع الامتحان مش؟ فده بقى في يوم الامتحان امبورتنت عن ايرجنت. طيب الحاجه الضمان ما حتشيلها معاك في الشنطه شو؟ يا دوب هنا ولا هنا؟ هنا اوكي طيب آه. ما وقعت في الشركه ها يلا لكن الشركه يا دوب. طيب تفضل عندك شنو هي الحياه المهمه جديد هاماك دي بقروش كثيرة وعندها غيمة وكده خطيتها أول حاجة صح؟ الحاجة اللي ما همك قلت كده نخليها وين؟ في الآخر صح؟ الشنطة ما ضيقة مش كده؟ طيب ها فضل لك الحاجات هي ايرجنت لكن أنت عارفها نوت امبورتنت وفضلت لك حاجات امبورتنت لكن لسه ما بقت ايرجنت هتعمل شو؟ تاخذها أول طبعا الحاجة اللي فيها انا هسه حقول لك انت بتعمل شنو المفروض تعمل شنو عشان نكون كده سيف تمام في العاده بتعمل شنو؟ نحن في العاده قاعد نعمل شنو؟ طيب انا داير اقول لكم حاجه بحسب اعتقادي الشخصي انه ربنا خلقنا في حرب مستمره ما بين اور برين اند اور شنو؟ مايند مش؟ وقاعد يقول لنا فلا تعقلون فلا تعقلون صح لانه طبيعتنا شنو؟ ولا لا؟ ده بيستجيب اسرع لانه ده بيحب اكثر منه اها ده قاعد يحب منه ايزي ان فان واغلبها حاجات نوت امبورتنت صح؟ وبعدين اول ما تسمع كده ده معناها حاجه ايرجنت صح؟ طوالي بتجي رساله يا زول ارفع او لو في زول ضارب ليك يا زول زول ده كان ضرب مره ورجع لهم ده انت بتكلم في سريع صح؟ تمام؟ فالواحد بيقول شنو يا جماعه؟ الواحد في الغالب نحن ربنا قال لنا ما ربنا خدتنا بالامتحان ده. نحن بنحب البرين صح؟ وعارفين مصلحتنا بالمايند، ربنا قال لنا شنو؟ وتحبون العاجله قال لنا صح؟ تحبون العاجله، العاجله دي الدنيا، والآجله دي شنو؟ اغلبنا نحن شايفين الايرجن حاجات الدنيا. والظاهر انها شنو؟ It is not important we know. الامبورتنت اكثر منه الدنيا ولا الاخره؟ المفروض الاخره. لكن نحن مصنفين الاخره important but not شنو؟ Not ايرجن. فتلقانا بنستجيب لحاجات شنو؟ لحاجات الدنيا because it is شنو؟ It is ايرجن مش كده؟ وربنا عارف انه الكلام ده حاصل ودايرنا نعمل شنو؟ العكس مش؟ نحن في الحقيقه انا اي نو الاغلبيه بيعملوا الحاجة دي أول حتى بيعملوا دي أكوردنج لقوانين منو؟ المخ لأنه بحب العاجلة مش كده؟ لكن وي نو أنا أديكم مثال المثال لأنه المثال يا جماعة بس الليلة بس إكزامبل بسيط ده اللي هو حس معضلة بتاع الناس وده ده دول اللي تحس إن الإنجليزي بتاعه طيب الدول بيقول ده يحسن الانجليزي بتاعه، هل في دول هيبقوا كده يقول لك هتعمل
انت بيور مايند كده عارف انه المفروض انت تحسن لغتك، لكن المشكلة بين انه ما في ديد لاين للموضوع ده. يعني ما في يوم حيجي نختبرك في الانجليزي بتاعك مش كده؟ فعشان كده اغلبنا شنو؟ الحاجة دي التطوير الشخصي، طب اي مسائل التطوير الشخصي دي كلها في حاجات شنو؟ important but it is not شنو؟ not area. ليه؟ لأنه ما عندها ديد لاين. ما في يوم معين المفروض تسلم فيه الانجليزي. تمام؟ لكن بتلقاني ساكين الكورة لما تبدأ ريال مدريد وبرشلونة مباشر بتكون في اللحظة دي شنو؟ حاجة ايريا، لكن لو قارنتها مع رفع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك شنو؟ احرص على ما ينفعك وش وريني من الكورة اللي هتنفعك وين؟ تقدر تقول يا اخي حياته كلها مشكلتنا شنو؟ ده مغيبينه تماما ساكين بيه والحياة شنو؟ يعني بقى تابع لده. البرين حاب الشباب ده يعرف ميسي عمل شنو؟ كريستيانو رونالدو عمل شنو كده؟ سواء احنا بنقول له ده دقيقه نشوف الاخبار اللي حصلت فيها شو بعد ذاك مش زي ما مش كده؟ الناس تلقاهم منشغلين بميسي سووا شنو رونالدو انطلع الميك اب وهو الموضوع ده لا انا ما خليت يتلموا فيها ولا ايه؟ يعني كان ميسي مشى ولا ميسي قاعد ولا مشي اتشل ولا مشي نجح ولا ايه؟ انت حسيت شنو؟ مش كده؟ It is easy and fun انه انا اخذ الكوره مش لكن is it important؟ ده سؤال مهم. اغلبنا ساكين الحاجه دي ساكين الايزي عن شنو عن فان بيكوز شنو ات از ايريا ممكن الكوره بدل انا والله كان ما حضرت الكوره دي ما بقدر اتناقش كمان ده اتناقش بعد الكوره كمان تايم مراكز ما شاء الله تايم فيري افيلبل صح سو يا جماعه الصح شنو الصح انه انا الشنطه بتاعت التايم دي اشيل الحاجات شنو دي المفروض اديها تو سبيند موست اوف ماي تايم في الاريا دي يا جماعة spend most of your time في الحاجات الـ important not area تمام؟ دي ما أصلك أنت مجبور عليها ودي ما شغال فيها فضلت مشكلتك هنا try to spend most of your time when في حاجات I is not now area مرة قلت له يا جماعة تعلموا الزراعة سريعة تعلموا مهارة زي المستقبل أنا قال لسه أنا هعمل كده شغلات يا صيدلية فعلا لو فكرت كلام صح شغلات يا صيدلية هو شايف انه واحد يستفيد منها، لكن انا سالت سؤال قلت يا طيب اشتغل بكره الدنيا كلها طيب يا انسان، قلت له والله اللي حسيت فيه من اهم مهارات التعاطفية المفروض تكون في تعليمها، تمام؟ انا ما انتظر الموضوع يبقى شنو؟ يبقى يرجع، لا هو امبورتنت في الحالتين، لكن ما تنتظره لما يبقى شنو؟ يرجع، في a lot of things نحن بننتظرها الا احتاج بيها، تمام؟ مرة في زول ضرب لي تليفون وماشي يشتغل كان في شركة، فضرب لي قال لي أنا في شركة كده زي لو أنا دايما بيشيلوني، أكثر شيء ينفع معاهم شنو؟ قلت لهم الناس دي بيحبوا الإكسل شيت. إنهم في شركات كل شركة عندها جيم كده بقى، في شركات بيحبوا الإكسل شيت دي شديد. قلت لهم الناس دي إنهم إكسل شيت، كان معايا بكرة الصباح وهو ضرب لي المثال. الإكسل شيت كانت في يوم من الأيام وعارف إمبورتنت، بس إيفري داي هو شايف إنه نوت إيرمن صح؟ الليلة بقت شنو؟ هي ارجنت مش الجوب والله بتذكرها ب 2500 دولار مرتبها ماشي على الوقت يعني لو كان الزول ده في الوقت اللي بيحضر فيه الكوره والتلفزيون وبتاع لو كان الزول ده التفت للحاجات الامبورتنت بس نوت ارجنت كان لما بقت امبورتنت ارجنت شنو؟ كان فيري ايزي شنو؟ كان حصلها يعني اوكي لكن دي مشكلتنا انه احنا بنستجيب للارجنسي اكثر من شنو؟ من الاهميه. سو اول حاجه الزول يفهم الحاجه اللي يسموها التايم مانجمنت كوادرنت. It's very important to know the time management شنو؟ كوادرنت. طيب قبل ما اعرف كم سنه كده لقيت قريت كلام كاكاو زول بلوجر كده سمعت مدونات كتب مدونات في الانترنت كويس الزول قاعد عندها قاعده سيمبل جدا هي متبعاها. القاعده ظريفه جدا، قالت شنو؟ قالت انا زي اي زول عندي مشكله وقت دو افري داي. يعني تسيل ده مشكله يا جماعه، انه انا وقت دو كل يوم من الصباح بس الليل انا بعد كده فكرت. او لو صار ده او لو بيز انا هاوكر ما اجي كيف. سؤال صعب شديد طبعا. والله اذا انا في الجامعه داير ما عارف اعمل كذا، داير اسوي كذا. طيب انا اجيب الساعه كم؟ ده سؤال اصعب. لان انت ديك ما عارف انت حاجه عمله من هنا فالديسيجن التايم ديسيجن ده حاجه صعبه.
للزول المهتم بالثاني يعني. اوكي اما الزول ما مهتم ده وقلت عليه ايوه انا قاعد الزول دي قالت شنو؟ قالت انها بتحسم الموضوع ده بانها بتعرف every 5 years اذا اتصل للزول. قالت عندها قاعده سمتها 3 باي 3 3 في 3 تمام. طيب شنو القاعده بتاع 3 باي 3؟ قالت for every year sorry for every 5 years period. يعني انتوا هسه عندكم من الليله 5 سنه لحد ما تتخرجوا، بالله عزمونا التخرج ان شاء الله قريب ورا هتشوفوا. طيب الزول دي قالت every 5 years بتكون شنو؟ بتحدد انه هي طيب انا الليله من الليله 5 سنه تخرج فيها انا بصوره ما غير سبيسيفيك لكن بصوره كبيره. فقالت يا اخي الزول مثلا بالنسبه لها هي بتتكلم عن نفسها، قالت عندها اهداف شنو؟ مثلا اكاديميك دي بقرايه، عندها اهداف بروفيشنال ديفلوبمنت، هي كمان شنو دايره تتطور مهنيا او بقول من ناحيه سكيلز. هسه الكل لا ما سالوا صح؟ لكن في سكيلز بتاع السالفه ممكن تعلموها ده بروفيشنال ديفلوبمنت. يعني واضح انا ما بدي اتعلم الصيدليه صح واشتغل غير بعد ما اتخرج، المفروض اتعلم الصيدليه الجامعه بتديني نولج وسكيلز باك سكيلز، المفروض انا اتم باقي السكيلز واحسن ماي اديتيود صح؟ قالت every 5 years باخذ هدف حاجه اكاديميك حاجه بروفيشنال ومثلا اكزامبل حاجه فور بزنس تمام؟ داير تلم الحاجات دي. هل انا ممكن الم الكلام ده كله سوا؟ يعني اكون ناجح شديد اكاديميا وناجح مهنيا وناجح في كمان البزنس؟ انا بعرف لك بروفيسور ما شاء الله في البزنس وعنده جامعه خاصه كبيره جدا. بروفيشنالي الزول ده هو متخصص في ثلاثه حاجات باثولوجي بايوكيمستري وطب اطفال تمام. اكاديميك ما شاء الله شنو عنده؟ افتكر 3 بي اتش دي ولا حاجه زي تمام. طيب الزول ده لامي مع بعض اكاديميك وبروفيشنال بيفهم وعنده بزنس مش كده؟ طيب انت بتعمل الكلام ده كيف؟ قالت ما انا لو عرفت بعد 5 سنه دايره شنو؟ بكون عارف بعد سنه دايره شنو؟ سو افري ون here I know الهدف الأصغر شنو؟ اللي هو حيودي في النهاية لأنه هي ده مش كده؟ أهو القصة دي كيف بتعملها؟ كيف قالت because every 3 months I know what I want to do every شنو؟ 3 months. ما أنا لو عملت الهدف الـ every 3 months أوصل للـ yearly أو annual شنو؟ objective مش؟ طيب بتعمل القصة دي كيف؟ قالت ما I know I think on monthly basis أنا دايرة to achieve what تمام؟ يا سلام ممتاز أها. ودي بتعرفها كيف؟ قالت every one week I should know what I want you know to do and this lead me قالت to know on daily basis what will be my task أو ماي ديلي باس. قالت تعمل اللي صار كده. قالت الميزة شنو؟ قرار الليلة وبكرة أنا هعمل شنو؟ بيبقى محسوم طوال خلاص. ليه؟ أوتوماتيكلي هي عارفة إنها تعمل شنو مش كده؟ طيب بس فضل حاجة واحدة تبدأ بعمله. كل زول حسب شنو بعد ده؟ ما في زول في زول ميوله أكاديمي أكثر في زول دائرة الأكاديمي أكثر لكن ميولو بروفيشنال اكتر. في زول ميولو بيزنس اكتر، لكن داير الاثنين الثانيين مش؟ واي ما تبقى لو بجد بجد بتحرص على منفعة دي بتعمل الكلام ده كله، مش يعني ما بنحرص على منفعة، اوكي؟ الديلي ديسيجن ده قالت بين تبقى بالنسبة لها مرتب. الصباح هتمشي تعمل كذا، المسا هتيجي تعمل كذا، الظهر بالليل شديد هتعمل كذا. قالت شي نو ايفري دي. قالت كده ريحك روحها من حاجة اسمها شنو؟ ديسيجن فاتيك. اللي هو الفكر بتاع اتخاذ القرار اليومي. ما تتهاون او ما تفتكر انه ديسيجن فاتيك ده حاجه شنو؟ حاجه صغيره. ما انت الليله ده ابسط زول اللي عنده هدف 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 مش؟ في الحقيقه الناس بير ون داي بير ون داي الزول المشغول بيكون عنده شنو؟
a lot of things you know to do there one day. تخيل زول عنده الجوطه دي كلها ده ينجزها في يوم واحد. وانت تعال قوم قول ليش بلس عليك الله كمان لو سمحت اعمل لنا دي. حيقول لك شنو؟ دي زي الزول اللي كوبايته شنو؟ كوبايته غلقت، ثاني كان خطيت اي حاجه حددت فيه مش كده؟ عنده الكلام ده كنت تقول لي اعمل لنا ده؟ ده جاب الديسيجن فتكون ما تعبان شديد زي ما جبير قلنا لو اديته كوبايه ما اروح اعمل لنا مش كده؟ ده بالمناسبه تفسر لك حاجه ممكن تشوف ستيف جوبز مارك زوكربيرج بيل جيتس في بس هدوم واحده كل يوم مش؟ بس طبعا ما عارف ينزل ميس او تيشيرت لونه كده مش؟ السبب شنو تخيل؟ انه بيفتكروا اللبس ياخدها وما داير ايه بيدي راسه جاهز بالكلام ده كله كمان يقعد يفكر حياته بس شنو؟ قال بيوفر الديسيجن ده لواحد في الحياه المهمه دي عشان كده شنو بس بيلاقي حاجه بتاع اللي هو يقعد يسال الجلوبال التيشيرت كده بيقوم ايه بيلاقي يصحى الصباح شنو؟ بيخش في ديل بس كده شنو انتهى من الديسيجن ده فضل له شنو؟ باقي الديسيجن شفت الناس دي مشغوله فيها؟ طب ليه بكل عيوز بس؟ ظريف كده قال تخيل انه الدايم بتاعك اليوم دي قالوا البرطمانيه بتاعت الخل خلوا المخلل المخلل تمام عندك كميه من الاشياء ده تعملها في ليميتد مش ات از ليميتد از نوت ان ليميتد ات از ليميتد عندك كميه من الاتشيفمنتس عايز تعملها هتعملها كيف؟ تبدا بياتها فعندنا مشكلة نحن عندنا حاجات important area مش كده؟ عندنا حاجات important not area عندنا كعبرات كده دول حاجات كثيرة المفروض ننجزها والبتاع دي عاملة كده أول حاجة تبتديها قال أول حاجة تبتديها تقول شنو؟ خدت الحاجات دي أول مش كده؟ يلا ده زي الستة، دول السامبل لو كنت أول ستة شنطة كل ما يسافر
معاك في الكلام هون بخلي الحتات دي لانه يعني ما ممكن اهم هدوم عندك تخليها بعدين عشان دي التدخل هنا صح ولا ما صح؟ يلا الناس الشغالين دائما البيت عكس يدخلوا دي اخر حاجه يعني اول ما اليوم بدا بيبدا بشنو؟ اول ما اليوم بدا بدا بالايزي اند فان ايزي اند فان اللي هي شنو بنت او موبايل او ما بعرف شنو ساعه كده لقى الظهر جاء الظهر جاء عارف يعني شنو؟ يعني واحده في ايدين خلاص ما حتتخطى الواحد اليوم ده على حساب شنو؟ دخلت مكانها منو حاجات نوت امبورتنت نوت ايرين وانا في ساعه قلت له راح افتح الموبايل ده من بطاريته وخلاص ما جاي الخبر مش كده؟ ابزوربت ان يور موبايل قال في الاول انا ببدا بشنو؟ بالحاجات دي دي القرايه دي الحاجات البروفيشنال ممكن اطورها عندي ودي بيجي بعد ذاك شنو في الفراغات هنا اللي هي ده ما تبقى من شنو؟ من وقت او اثناء دي مش ما تبقى ده خلال عمل الحاجات دي يبدو شنو؟ ثم بعد ذاك الفراغات الفقره دي بتاعت الهواء دي بتملاها بالونسات والكلام لكن ما بتخلي الونسات هي الاولى وحاجه جاده اثناء الونسات احنا بنعمل العكس خلي اليوم ونسه كنوف نعمل حاجات جاده صح انه نعمل شنو؟ صح انا اعمل شنو؟ اعمل حاجات جاده في النص امشي اشرب لي عصير اتونس دقيقتين خمس دقائق سبع دقائق ما مشكله مش لا يوم اتونس سبع ساعات وتتخلل القرايه واحد قال انا ما انا ضد انه نقول السوداني لكن في واحد قال السوداني بيصحوا من النوم الصباح بيشربوا الشاي ثم ياخذ غصن من الراحه كده ده الحاجتين صح ولا كم؟ تكلمنا عن البلاننج واحد وتكلمنا عن شنو؟ عن الكوادرنت بتاع التايم مانجمنت الاربعه وتكلمنا عن شنو ثاني؟ 3x3 وتكلمنا عن اللي سموها بيك الجار اللي هي برطمان المخلل انه ياخذ الحاجات الامبورتنت في الاول في نصها تخللها شنو؟ طيب في كتاب اسمه ايت ذات فروك فير ثينج ان ذا مورنينج في كتاب اسمه كل ذلك بتقطع اول شيء من الصباح. الكتاب بيحكي عن شنو قال لو افترضنا انه اتفرض عليك يوميا انك تاكل خلال اليوم بضع كبيره اسيويه شينا تاكلها حيه. قال لو افترض ده عارف شنو بتقطع الاسيويه الشينا الطمر بطنكم دي؟ ده امبورتنت اند سيريس. كل الناس راحوا يقولوا دي حالات الامبورتنت فور يور لايف القرايه اكزامبل قال لك لو اتطلب منك تاكل ضفدع صحيه كبيره شينا افري داي ايت ذات فور فيرست ثينج ان ذا مورنينج بمعنى شو كان عندك؟ يعني كده عملتها وكل اول واحده ليه؟ لانه لو ما كنت عارف اي شيء تجي تعملها فانت عشان تعمل عشان باقي اليوم عشان تكون ايزي بالنسبه لنفسك اعمل اصعب حاجه وين؟ ابدا بالصباح اعمل اصعب حاجه بس الناس في الشغل في الشركات مثلا اول ما يجي الصباح يشربوا شاي ويتونسوا ويتكلموا مع السكرتيره هو الموضوع ان شاء الله الناس حلوه طبعا مشكله ايزي اون فان صح؟ اول ما مثلا يجي المانجر داخل كده خلاص المفروض الشغل يبدا يا جماعه بيبدا الشغل صح بيكون زي ستارت في حاجات ايزي مش كل ما اليوم يمشي اليوم يبدا صعب اصلا اليوم بيروح حاله وبتاع وكده فبعدين معروف يا جماعه انه شنو انه الكورتيزول كورتيزول ليفل اللي هو الكورتيزول بيجي في جسمنا ده الهرمون ده مش كده الكورتيزول ليفل ده بيكون عالي اربع صباحا بيبدا بعد ذاك شنو ينزل 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 لحد 10 صباحا يكون زي يعني فول اوف شور اوف فول لكن بعد ذلك لحد 6 مساء انت بتكون شنو كيف بدات فيك زي ما قلت بيبدا ثاني يتكون بالليل طبعا ده موضوع ثاني احنا بالليل ذاته مضيعينه صح؟ بالليل انت المفروض شنو؟ تسكن كده وتنام ظلام تقول لك ذاته احنا بنقول بالعكس بنساهم وبالتالي بنضر الحاجات دي كلها طيب فيبقى يا جماعه
جماعة إيه ده فروع فيرسينج ده مواد كده عن النصائح عشان المهمة خالص. طيب تاني حاجة يا جماعة، نحن بتجينا مشاكل دخلات وبقينا ناس كويسين شديد، حلينا مشكلة اللي هي سام تايمز بتكون دي بتعمل الاكتيفيتي A وفي نفس الوقت عايز شنو تعمل اكتيفيتي B at the same time. طيب الصح والاحسن شنو؟ الصح والاحسن لو انت تعمل A مع B مش حاجة كويسة، لو A و B عندهم within one hour مش حاجة كويسة، لكن سام تايمز بتلقى روحك شنو؟ سام تايمز بتلقى روحك ما قادر to do A and B at the same time. مثلا اكزامبل، بس انا بعمل محاضرة هنا وفي نفس الوقت المطلوب من المحاضرة في المركز، تمام؟ ليه بيقول A and شنو؟ and B مش كده؟ اعمل شنو؟ لو انا عندي طريقة اعمل الاثنين سوا، بعد ساعة اكون عملت محاضرة هنا ومحاضرة هنا في المركز مش؟ طيب لكن انا للاسف شنو؟ ما حقدر اعمل كده. قال لك في الاول think to شنو؟ to do A and to do شنو؟ to do B. لو قدرت تعمل الاثنين دي خير وبركه، لو ما قدرت اعمله هعمل ايه؟ حسب ال important area، important not area، not important area، not important not شنو؟ not area، صح؟ طيب نفترض انه ما قدرنا to do B. الصح؟ خلاص احنا ثبتنا A. دارين to do B مش؟ طيب ما قدرت to do B، اعمل شنو؟ اعمل شنو؟ لو ما قدرت تدوي حاول تشنو؟ تو ديلي اخيرا شويه لو في طريق، يعني اعمل ايه اول بعد ذاك شنو؟ بي. طيب افترض انه طلع التاخير ده ما ممكن، ده اعمل شنو؟ ايوه اعمل شنو زي ما قلت دي من اهم، لو مش انت داير تو مانج يور تايم، المانجمنت من اهم المهارات فيها، مهاره اسمها شنو؟ ديليجيشن. ديليجيشن يعني شنو؟ فور زول يعملها، تمام؟ طيب حاجه لا قدرت تعملها ولا قدرت تاجلها ولا قدرت تفوضها، الله ما امر بالهلاك بعد. ديليت الفلاح. اكزامبل لها شنو الحاجات دي؟ مثلا عندك كلاس وامك دايره تمشي تكتب. اكزامبل. في زول مين حيقول لك؟ ما انا يا ودي تكتب يا شو؟ يا شو صح؟ تمام صح الكلام ده. افكر في الاول شنو؟ منه ممكن لو قلت لك دكتور شيل معك شيء يعني مشكلة ولا شنو؟ ممكن ولا ما ممكن؟ شيل معك الشيء دي حتكون موازي يومك الدكتور او معك في الموبايل لان دي بتصير حياتك في الموبايل برضه. طيب في دول ما بيعملوا كده. يقول لك انا ماشي خلاص قرايه ما فهموش، ده طبعا اعزائي كلها مش كده؟ خلاص لو زولك ده لو انا ما قدرت اودي اميك واقرا في نفس الوقت اعمل شنو؟ اشوف منو ممكن يحصل له شنو؟ ديلي. مش ممكن الديلي يكون انه اودي اميك دكتور لانه بيدي للدكتور تشيك اب في اللحظه دي ما حاجه يعني صح ولا ما صح؟ ممكن اقول لها خلاص انا مهتم بعد بكره، لكن بعد بكره انا بوديك للدكتور. قامت قالت لا لا ما شاء الله ما قادر تديلي مش كده؟ تقوم تعمل شنو؟ هل ممكن اعمل ديليجيت لدول يقري لي؟ ما بعمل ديليجيشن، بعمل ديليجيشن للودي ولا للقرايه؟ للودي. ما شوف اخوانك طبعا في قانون بيقول لك وين ايفر يو كان ديليجيت سمثينج ديليجيت. ليه؟ عشان توفر لروحك شنو؟ تايم تو دو ثينكس مش كده؟ هتقول لي دي معناها يقول لك اي كويس احرص على ما ينفع الحديد، تمام؟ طيب طيب لو ما قدرت هي زعلت منك ما قدرت تديليجيت زول هتعمل شنو؟ تمشي معايا يعني تعمل ديليت لايه معايا؟ الامتحان بكره. هتعمل شنو؟ انتوا يا جماعه ده يجي تقول لنا الحكاوي دي سايبه ونسى والله بتحصل والله زي ما انت ماشي ومتهم بكره تلقاه عنده ظلم في البيت الاثنين او في الداخليه او في الامور كله بيحصل صح؟ الموازين دي هي المهمه. القاعده دي سموها فور ديز، فور ديز فور تايم مانجمنت، تمام؟ ذا فور شنو؟ ذا فور ديز.
طيب اخر قاعده واهم قاعده اوريدي تكلمنا عنها قبل اوريدي اللي هي شو؟ انه امام الطنجره السنه يتعامل مع التاين بيقول شنو التهاون يعني ما نقدر بالضبط الدقائق والحاجات دي تمام؟ لانه من الابسط شيء انا حوريك لو انت حكيت الدقائق اللي بيحصل ابسط ابسط ريتنا او عموما انت لا تقدر بالفيديو كم ساعه في اليوم المتوسط يعني في ناس ما بيقدروا يقولوا في ناس بيقدروا كثير في ناس بيقدروا وصل متوسط كم يعني اربعه ياخذ غلط ناس كتير اربعه كثير فاضي ده متوسط يقول اثنين مباريات يقول اثنين لا والله يقول اثنين يعني هذا الرومان طيب لو انت بتحضر تلفزيون ساعتين في اليوم بتكون في 60 سنة غير كم يوم لو انت بتحضر تلفزيون ساعتين في اليوم بتكون في 60 سنة غير كم حسوا يا جماعة ولا حرايا نقول تاني اها في 60 سنة ما الموضوع ده صحيح ما ساعتين من 24 صح؟ يعني واحد من كم؟ من 12 السنة فيها 12 شهر معناه أنت قاعد تحضر شنو شهر كامل مش؟ صح ولا ما صح؟ ال 60 سنة عبارة عن كم 12 شهر؟ طيب في ال 60 سنة في كم واحد على 12؟ واحد على 12 في 60 في كم؟ بكم؟ خمسة سنة فل انتوا بس عدد الوصيفة لو خمسة سنة؟ النظام في الكلية خمسة سنوات لكن قاعد عامل شوف انت قعدت كم قعدت كده ده مركز قاعد تقرا عشان تاخد البكالوريوس وخمسة سنة بتقعد كم؟ نص ساعة نص ساعة مركز والله دول خطير عزيز انت عندك اسمع كده انت الخمسة سنة نايم عندك زي يعني سنة ونص كده سنة ونص مش كده؟ اها فضل كم تاني؟ بتتونس كم؟ سرحان كم؟ حتى وانت بتقرا ما مركز كم؟ ما وقتك طيب هو قاعد يقرا بيقرا يبقى يا جماعة دايما نقول شنو؟ عايم ساعتين في اليوم عين أسرة في عمر دول كم؟ خمسة سنة دي كل اللي قاعد وقاعد في اليوم مش خمسة سنة دي بتاع الصيدلة اللي هي خمسة سنة كاملة بيض ضحكة وناسة وأي حاجة مش كده؟ سو يا جماعة الزول ينتبه لهذه التفاصيل الصغيرة دي أهم بكثير من شنو من السنين السنين بتروح لما الزول يروح شنو؟ لما الزول يروح الدقايق والساعات والحاجات دي أوكي؟ يعني السنين دي ما بتجي فجأة كده تلقى نص حاجتنا اللي خمسة سنة مشت خمسة سنة دي كنت عايشها صح؟ هتضيعها منو؟ عندك برين عندك مايند هتضيعك منو؟ تضيعك يور برين صح؟ من المنازات والشوارات وكده اوكي؟ طيب يبقى يا جماعة important to focus focus is the شنو؟ the keyword for this الكيورد لكلامنا ده كله about time management is to شنو؟ is to focus your brain sorry is to focus your mind over شنو over your brain اخر حاجه لو سالتني الفرق بين mind و brain شنو بقول لك brain is an organ mind is a process يعني انت you should focus the process of mind شنو process of mind the thinking والميموري كل ده المفروض تفوكسي على الحياه الكويسه وايه اللي هيسيطر البرين اللي هو العضو اللي بيحب انه شنو ما يستهلك طاقه تبدا الكسل والابعاد وكده في النهايه انا بس دايما تسال روحك سؤال انا ما لاقي له اجابه العجز ولا الكسل اللي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم العجز وين والكسل وين؟ هم شكلهم علتين في المايند والبرين مش كده؟ يا تو بيكسل ويا تو عاجز فده بيقول البرين هو العاجز والمايند هو الكسول يرفع يده البرين ما عاجز ظاهر زي ما قلنا البرين ما هو البرين ده انليمتد مش كده؟
الدرين كسول، الدرين بحب ما يصرف يعني. العايز تمام؟ يوم ماي. وقدموا على التسرش الاستعاذة يعني. أنا أعوذ بالله من شنو؟ من ماي مايند يا دوب العاجز اوفر ماي فيبريشن الرأي الكسول. اوكي؟ كده نكون تكلمنا في فترة بسيطة باور شنو؟ باور تايم. واخر شيء كان الريند التايم ما يمكن اللي.